السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة من خشيتك وشفاء من كل داء. نسألك الغنى عن شرار الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد أيها الإخوة، فمحاضرتنا اليوم بعنوان الذكر الحسن بعد الموت. والهدف من هذه المحاضرة ترغيبنا بالعمل الصالح لنكون أولا من الناجين يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولنذكر الذكر الحسن بعد وفاتنا إن شاء الله، لأن الذكرى للإنسان عمر ثاني كما يقولون. أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بقاء الذكر بعد الوفاة كما يقولون عمر ثاني، والذكر للإنسان عمر ثاني. ولذلك امتن الله على الله سبحانه وتعالى على رسوله بهذا، وذكر في آيات عدة أن ذكر هؤلاء الرسل مستمر بعد وفاتهم. فقال عن نوح: تركنا عليه في الآخرين، يعني الذكر الحسن. وعلى لسان إبراهيم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وجمع من الرسل أيضا ذكرهم الله سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار في سورة صاد، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، يعني ذكر لهم، إحياء لمآثرهم. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، يذهبون ويجيئون ويضحكون لكنهم كالأموات، لأنه لا أثر لهم. قال سبحانه وتعالى في سورة مريم بعد أن ذكر قصص بعض الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان هو الذكر الحسن. قال ابن عباس: الثناء الحسن. وفي قمة هؤلاء الأنبياء والرسل حبيبنا ورسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، في سورة الشرح قال: ورفعنا لك ذكرك. ما سبب نزول هذه الآية؟ قالوا لما توفي أولاده الذكور قالوا: انقطع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعتبرون أن
يعني الذي يحمل ذكر لأبيه ولأهله هم الذكور، كانوا يقولون أبناؤنا أبناء أبناء أبنائنا وبناتنا بنوهن أولاد الرجال الأباعد. نعم، أولادنا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أولاد الرجال الأباعد، يعني أولاد الصهر، هذول بنتسبوا للصهر، مو ابني، ابن بنتي بيعتبروه مو ابنه، أما ابن ابنه هو ابنه. فقال المولى سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. أكبر مثال على رفع ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الأذان مقرون مع أشهد أن لا إله إلا الله على طول، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبعد الأذان نصلي عليه. وطبعا تعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ومن الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. حتى الصحابة هذا الأمر كان قد يعني استقر في أذانهم، فكانوا يدعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوا للجهاد يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. عمليا يا أخواننا، من الذين يبقى ذكرهم؟ قال أول شيء الأئمة والقادة العظام. إمام، لو نقول إمام المسلمين هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. فالإمام العادل سواء خليفة ولا رئيس، إذا كان عادلا وإذا كان نعم تقيا وصالحا فيكون له أثر. يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، له تأثير إذا كان في إيش حاكم صالح. وأمرنا أن ندعو له، أن ندعو له لأنه في صلاحه وثباته صلاح للأمة. فنحن لسنا ضد الحكام ابتداء وانتهاء وهكذا يعني ديدنونا، لا، نحن ندعو للقادة وللرؤساء الصالحين، نعم، ولا ندعو لغيرهم من الظلمة والفاسدين. من الذين يذكرون أيضا العلماء العاملون والقراء المعلمون للقرآن. فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم، انتبهوا هذا مبتدأ، خيركم على الإطلاق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، رواه البخاري. ففقيدنا أبو معاذ رحمه الله من هؤلاء إن شاء الله أفنى حياته في تعليم القرآن الكريم. قال أيضا الجواد السخي المعطاء، الناس يترحمون عليه، كانوا كان كريما كان معطاء، ويبكيه الأرامل واليتامى والمساكين الذين كان يحسن إليهم. سمعنا يعني عن بعض الناس يعني ظن أنهم غير معروفين بعد مماتهم، وإذ يأتي الفقراء والمساكين يبكون، يقول هذا كان فاتح بيتنا، يا الله كان فاتح بيتنا، فكان فاتح بيوت بالسر ينفق عليهم ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال ممن يذكر أيضا العاف عن المحارم، الذي يكف لسانه عن أعراض الناس ولا يؤذي الناس بلسانه. وفقيدنا رحمه الله كان هؤلاء ما سمعناه يغتاب أحدا، وحتى لما يكون يعني في خلاف حول أمر ما وناس ينقسمون هذا مع هذا، هو يأخذ الحياد دائما وكحمامة السلام، لا إله إلا الله. فلا تبكين إلا لفقد عالم يبادر بالتفهيم للمتعلم، ما من عالم قام ملكه بأنوار حكم الشرع لا بالتحكم، وفقد شجاع صادق في جهاده وقد كسرت راياته في التقدم، وفقد كريم لا يمل من العطاء ليطفئ بؤس الفقر عن كل معدم، هذا حكينا عليه، وفقد تقي زاهد متورع مطيع لرب العالمين معظم، يعني معظم لرب العالمين، فهم خمسة يبكى عليهم وغيرهم إلى حيث ألقت رحلها أمي قشعري، يعني ما حد يسأل عنهم. في وصية حفظناها في الصغار ويا ريت نحفظها للشباب والبنات، وصية الإمام الشافعي، أبيات جميلة ولطيفة وسهلة.
خمس أبيات. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفورا وعرضك صين أو صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق لكن التي هي أحسن. أوصى رجل ابنه فقال: يا بني، عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، اشتاقوا لكم، وإن متم بكوا عليكم. نعم، الآن الله عز وجل ذكرنا قصة عجيبة، وهذه فرصة تعرفوا معنى هذه الآية. يعني سبحان الله، هذه الآية مؤثرة جدا. لما ذكر، بعد أن ذكر آل فرعون، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، مثل ما قال الشاعر: لا يرى لهم في الأرض شاكر، ولا لهم بالخير ذاكر. خير من يفسر لنا هذا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، سئل كما روى لنا سعيد بن جبير، قال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال رضي الله عنه: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، باب، كل إنسان له باب، ينزل منه ينزل رزقه، وفيه يصعد عمله، نفس الباب، ينزل رزقه ويصعد عمله، فرزقنا مقسوم يا أحباب، وعملنا مقسوم، فإذا لكننا مخيرين فيه. نعم، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، ففقده، يعني بابه في السماء اللي كان يصعد منه عمله الصالح يفقده. فين فلان؟ قال: بكى عليه، يفقده فبكى عليه، باب في السماء لا يبكي على هذا الرجل الصالح. وإذا فقده، لا، في مكانين، إذا مات، يعني في قول آخر: إذا مات العبد بكى عليه مكانان، مكان قبول عمله في السماء، وموضع سجوده في الأرض. وإذا فقده مصلاه من الأرض، هل ما كان يصلي في المسجد أو في البيت التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها، بكت عليه، حتى الأرض بكت عليه. ثم يقول عبد الله بن عباس: وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يصعد إلى الله عز وجل منهم خير، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. هذا حديث موقوف على سيدنا عبد الله بن عباس. لكن أهل الحديث يقولون، يعني ما لم يدرك بالاجتهاد في الغالب يكون مرفوعا، لأن هذا يعني يحتاج إلى علم خبري، وهذا لا يتأتى إلا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فالحقود الحسود واللئيم والمؤذي للناس والمتكبر والغليظ، هذا لا يمدح بعد موته، يقولوا ارتاحوا منه الناس، يعني سبحان الله، والناس أكياس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسانه. لو عنده خير بذكروه، وما كان يقولوا، يعني في كلمة مهذبة، إذا مات ظالم، مات أعوذ بالله، واحد فاجر، يقول: أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم، الله أعلم به، يعني لأنه نحن مأمورون بالإحسان إلى الأموات. اسمعوا الحديث، حديث جديد هذا، أنا والله بالنسبة لي جديد عليه، عن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: فتح له عملا صالحا بين يدي موته، قبل موته ولو فترة بسيطة، حتى يرضي عنه من حوله، اللي حواليه بيحبوه وبيرضوا عنه، هاي معناته الله عسله. يا سلام، شايفين معنى
نسأل الله عز وجل أن يكون أبا معاذ ممن عسله الله سبحانه وتعالى، قولوا آمين. نعم، مثل أقول ذكرى مثل العسل، فعلا حلو جميل مفيد. أمثلة على الأعمال الصالحة التي تخلد لصاحبها ذكرا حسنا. هلا في ناس بيقول لك أنا بدي اسمي مكتوب على الجامع حتى الناس تذكرني، لا حول ولا قوة، بدي بالمدرسة تذكر ركن هذا تبرع فيه فلان كذا كذا كذا، الله عز وجل بيعلم مشان الناس تذكرني. يا أخي ليس ما هكذا يا سعد أوردها سعد وسعد مسلم، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا، أنت اعمل العمل الصالح واتركه، حتى الصالحين بيذكرون من صفاته أنه يعملون أعمال صالحة كثيرة وينسون أنهم عملوها. اصنع جميلا ولو في خير موضعه، فليس يفنى جميل أينما وضع. حلو الكلام، فليس يفنى جميل أينما وضع. لا تفكر أنه ما شافوك الناس، ما لكم على الناس. أنا تعرف كنت إمام في كندا، فأجاني أخ كان عندنا بيسمنت في المسجد، قال أنا حطيت فطاير باللحمة بالبيسمنت. الله يعطيك العافية، فكرت جايب شان، يعني كان الناس ينزلوا بعد الصلاة ياكلوا تحت. قال هذا على روح ما بعرف أبوه أو أمه، الله يرحمه، قال بس بدي بعد الصلاة توقف وتقول فلان جاب لكم فطاير على روح أبوه. طلعت فيه قلت لك يا أخي الله ما بيعرف إنه أنت جبت فطاير على روح أبوك. قال إيه، قلت له ليش حتى يذكرك؟ الله بيعرفك، شو بدك بالبشر هذول؟ قال هيك قلت له طبعا، ما حب بقول في أخ جاب ساق لكم طعاما فحيهلا بكم. فالرجل كان مؤدب، قال خلاص رضيت بعد، الله يجزيك خير. نعم، أمثل الآن عملية للأعمال الصالحة التي تخلد صاحبها بالذكر الحسن بعد الوفاة. قال حبس النفس للتعلم وإقراء القرآن أو التعليمي وإقراء القرآن والتحديث ونشر العقيدة الصحيحة. العلماء ورثة الأنبياء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فإفادة الناس والتأليف تبع الكتب، بناء المدارس، الذين إخواننا الكرام تبرعوا المدرسة بفلينت وتبرعوا المساجد بفلينت وكرملان، والمستوصف مشفى، سقي الماء هذا كان في القديم، وحفر الآبار، الآن إطعام المساكين والمشردين بإدلب وغيرها والسودان وأماكن كثيرة، الآن أنسون مشردون وفقراء، كثرة الصدقة وإدامة البر، الشفقة على الضعفاء، وتزويج المعدوم. نعم، حتى في بابنا الخير ما انتبه له، تزويد الذي لم يحج حجة الفريضة بالمال ليذهب إلى الحج، أيضا يكون محروق قلبه بده يروح يحج حجة فريضة وما عنده. فأني لما تعطيه يروح يحج بدعي لك هنيك ويكون لك ثواب في هذا، وتكتب له حجة الإسلام. قال أيضا إعطاء المحروم، إنصاف المظلوم، الدفاع عن المظلوم، وعن المظلوم تقول ما دخلني، لا دافع عنه ساعده. أداء عن محبوس، واحد محبوس يعني بسبب إنه مثل يقولوا جناية، ارتكب أمر مش إنه مجرم متأصل وطبعه الإيذاء، لا يعني صدر منه شيء وعليه إيش أداء مبلغ من المال. محبوس ممكن محبوس لأنه عليه مال وما دفعه، فتدفع عنه، فهذا أجره مثل فك العاني. شو العاني؟ الأسير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير، فك الأسير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شو جزاهم؟ يقول مولاه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أنو يوم؟ يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. بالمناسبة، تعرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإمام أنه صباح الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الدهر، أو إيش شو اسمه، لازم تاني كمان. نعم، فسورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما فيها غير آية واحدة عن عذاب أهل النار، والباقي كله نعيم أهل الجنة. هذا عجيب، ما في غير السورة بالشكل هذا، كلها بيان تفاصيل أهل الجنة. فهي نظرة، نظرة، شو النظرة؟ يعني وجوههم نظرة، نعم، ووجد نظارة من النظارة، وهي موجودة في القرآن في أكثر من موضع. اللهم اجعلنا من الوجوه النظرة يا أرحم الراحمين، أهل الجنة. نعم. قال أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. هذا إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا من الأعمال التي يبقى ذكرها الإصلاح بين المتخاصمين وجمع كلمتهم على الخير، ومن أحق ذلك ومن أخص ذلك الإصلاح بين الزوجين. الإصلاح بين الزوجين، وهذا متعلق في الحقيقة بالمقام الأول بمن بأهل الزوجين. لذلك إذا تعذر الإصلاح الداخلي، إصلاح بين الرجل وزوجته في داخل المنزل، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم، بعد ما ذكر واللاتي نعل كيف تعالج المرأة الناشز، وهذه طبعا بصراحة يعني قضية الضرب، هذه المرأة الناشز المترفعة على زوجها، مش المرأة العادية. المرأة العادية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء في أحاديث صحيحة. نعم، ولا تضربوهن ولا تحقروهن، مرماي من قريب في نص الحديث بهذا الشكل. نعم، لكن لا استجابت بالنصيحة والكلمة الطيبة، ولا استجابت بالهجران في الفراش، ولا استجابت قالوا التأديب، هذا تنبيهها لا تخربي بيتك أنت، تنبيهها إنه أمر هذا آخرته الطلاق وضياع الأولاد وكذا وكذا، يا بنت الحلال يعني هكذا، قالوا بالسواك ونحوه، ما مشي الحال، ما بضل عم يضربها. شو قال الله عز وجل بعد من سورة النساء؟ قال: وإن خفتم شقاق بينهما. استمر الخلاف، هون بقى بيخرج موضوع من المنزل إلى الأقرباء، فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق اللهما يوفق الله بينهما. نعم، وفي أحكام فقهية متعلقة بالحكمين، نحن لسنا عندنا الآن درس فقه. من كان يعني يهم هذا الأمر فليسأل، إما الآن بعد الدرس أو فيما بعد يسألني إن شاء الله، يعني أخبره كيف يكون. المهم الإصلاح، الإصلاح. لذلك يعني هي قصة مضحكة ومعبرة، لما علم سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأنه اجتمعت نساء النبي يطالبنه بزيارة النفقة، فذهبا، قالوا: ما الأمر يا رسول الله؟ قال: شوفوا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كما ترون هن حولي يطالبنني، وما عندي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما عندي ما أعطيهن يعني زيادة من النفقة. وساكت، وعندنا ساكتين، لكن يعني عم يطلبوا منه يرفق، وما في حل. فقال غضب أبو بكر وعمر، قالوا: تطالبنا طالب الرسول ما ليس عنده؟ فقال سيدنا عمر، قال: أردت أن أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت إلى بنتي خارجة، زوجته بنتي خارجة، طالبتني زيارة نفقة فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حصل المطلوب. المهم يضحكوا. ثم قام أبو بكر فوجع عنق عنقها،
حفصة، وقام عفوا عائشة، وقام عمر، فوجأ عنق حفصة. شو وجأ؟ مو يعني كسر عنقها، لا، ضربها مثل عنبسة وطيارة، يعني هيك ضرب على عنقها. يعني كيف أنت بتعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ونزل التخيير، يا شوف التخيير، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما عندي زيادة، ومصرين طلقكم كلكم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بمن أكثر واحدة بيحبها، مين أكثر واحدة بيحبها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها؟ مين؟ احكوا لنا أنتم حتى أعرف أنه أنتم معي. مين من نسائه؟ عائشة طبعا، عائشة طبعا. سيدة عائشة سيدي. عائشة. فبدأ بعائشة، فقرأ قال لها يعني أنا أخيرك، وإن شئت فاستشيري أبويك. قالت أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ رضيت بالله ورضيت بما قسم الله لي، ورضيت بك زوجا على ما أنت عليه، رضي الله عنها. نعم. إذا الإصلاح بين المتخاصمين، والآن في الآية الكريمة لا خير في كثير من نجواهم، كلامهم وأحاديثهم وأخذ وعطاء، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن في قبره بعد موته. سبعة، يعني حافظين ثلاثة الآن، عندنا سبعة: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أخرجه الإمام أحمد. نعم. الآن في عنا يعني من الأشياء المعينة على هذا أن نصحب الصادقين، كما ورد في سورة التوبة بعد ذكر الله عز وجل كل قصة الثلاثة الذين تاب الله عليهم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليه؟ لأنه الثلاثة هذول، هلال بن أمية ومروان بن الربيع وكعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا رسول الله، ما أجوا واعتذروا. فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أنجادي وأموالهم وأنفسهم في سبيل، وقالوا لا تنفروا في الحرق، النار جهنم أشد حرا، أجوا كذبوا كذا وكذا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل منهم النبي علانيتهم. أما هؤلاء الثلاثة قالوا: ما كان بنا من عذر ولكن تأخرنا عليك. قال: أما هؤلاء فقد صدقوا، يعني أنذركم أخركم حتى يحكم الله فيكم. فظلوا 50 ليلة مقاطعين بسبب تخلف عن رسول الله، بأمر من رسول الله قاطعوهم حتى نزلت توبته من السماء. والتفاصيل حدثنا فيها كعب بن مالك نفسه يعني فيها بعد ذكر. فلما خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر يا كعب بخي ب قال: لما دخلت المسجد فالناس كلهم يسلمون علي، وجوههم يعني تستبشر وضاحكة وتبتسم، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان وجهه يتلألأ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر بدا السرور في وجهه، وإذا غضب بدا الغضب في وجهه، مو مثل حكايتنا يا لساني مثل ما درتك في الدار بتلون وشه، يعني يكون قلبه محروم من واحد وبتسم له. اي نعم، وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ما في عنده هيك. لما جاءوا اول مره وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم مغضب، هنا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه يتلألأ، وقال لكعب: ابشر يا كعب بتوبه الله عليك، انه هذا خير يوم منذ ولدتك امك. يوم تاب الله على كعب خير يوم منذ ولدت امه. فيروي كعب حديث طويل موجود في رياض الصالحين، اقرأوه.
يقول في آخره أنه لما جاء بهذا الموقف الأخير وبشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والله ما نجاني إلا الصدق، يعني صدقت معك فأنزل الله توبتي من السماء، توبة يقرأها قراء القرآن إلى يوم القيامة، والأئمة إلى قيام، سبحان الله. وإن هنا موضع الشاهد، قال: وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. ما أكذب، هذا بعهدك ما بكذب أبدا، لأن ما نجاني إلا الصدق. فيقول، وكان طبعا عم يروي الحديث بعد سنوات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد يعني سلمني الله سبحانه وتعالى حتى الآن، وأسأل الله السلامة فيما بقي. أنا حفظت من دعاء بعض الصالحين، مر معي بقراءاتي هذا الدعاء: هي هديتي إليكم. وهذا الدعاء قلت للأخوات، أنا حفظوه مني بالدرس، وبدي أحفظكم إياه، ترتاحوا كثير فيه، وجميل جدا. شو بتقول؟ اللهم إنك سترتني ورزقتني فيما مضى، فالطف بي وارزقني واسترني فيما بقي. قل: يا رب، قد لطفت فيما لطفت وسترت فيما مضى، لطفت وسترت فيما مضى، فاستر والطف فيما بقي. أنا بقي لي كم سنة، استر علي والطف فيما بقي من السنوات. شو رأيكم بالدعاء؟ هذا مأخوذ من روح دعاء إيش؟ سيدنا كعب بن مالك. طيب، أخيرا الذكر الحسن قال في معاملة المعاملة الطيبة للأهل. كيف كانت سيدنا خديجة تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاملة رائعة رائعة، أصلا هي خطبته، أعجبت بأخلاقه لما غلامها اللي بعته معها في التجارة إلى الشام، إذا وكان من أمانته وصدقه وكذا بأخلاقه الشيء العجيب، فهي خطبته. وهذا بيستدلوا فيه العلماء أنه يجوز للمرأة أن تخطب لنفسها أو أبوها يخطب لها، وهو أكرم لها يعني. فالمهم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها إلى موته. فمرة أصابت الغيرة سيدة أمنا عائشة، فأم يمدح سيدة خديجة، وكان يقول: أرسلوا إلى لما تضحي، أرسلوا إلى صحبات خديجة، ولما تأتي واحد يقول هذا كهذه، كانت تمد لها يعني البساطة تجلس عليه ويكرمها. فغارت عائشة مرة فقالت: دائما خديجة خديجة، يعني شو ما شاف غيرها ونحن شو في رحنا. فقال عليه السلام بجد: نعم، خديجة آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ منعني الناس، ورزقني منها الولد، فظل وفيا. إذن المعامله الحسنه هاي بالنسبه للزوجه. طيب، الزوج وقت ايضا بيعامل معامل زوجته معامله حسنه، فبتذكره بالخير. في نساء بتنسى زوجها بعد شوي، وفي رجال عندنا مثل الشام بيقول لك بيمشي بجنازه وبدور على جوازه، هذا ما في وفاء لزوجته. ليه؟ الله اعلم، بكون طلع عيونه. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن اذا كان هو عاملها معامله حسنه، في نساء يظل ذكرى زوجها عندها موجود وعطر، تذكر بالخير وتدعو له. والأولاد أيضا، الأولاد إذا كنت أحسنت إليهم وكذا، وكلكم ما شاء الله محسنون، فيذكرون يعني والديهم بالخير ويدعون لهم. وهذه من الأشياء الثابتة أن ثوابها يصل للميت. نعم، إذا في الحديث صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، حتى هو العبارة أنه قالت له ستة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كأن لم يكن بالدنيا إلا خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. هذا أخرجه البخاري، هذا الحديث يذكر صفاتها. فهو سيد من وفى عليه الصلاة والسلام. أخيرا، يتعطر هذا المجلس الكريم إن شاء الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
الذي يرويه أبو هريرة وأخرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، يأمر جبريل أن يحبه. قال: فينادي في السماء، أو فينادى، أو فينادي جبريل في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، ففي رواية: فيحبه أهل الأرض. فذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة، أيوة، هي مرتبة المودة. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا، فينادي في السماء، يعني إن الله يبغض فلان، ثم تنزل له البغضاء في الأرض. فهذا هو السبب ليش بنحب في ناس مثل أبو معاذ الله يرحمه، وليش في ناس ما بنحبهم، لأنه الله ما بيحبهم. فهنيئا لك يا أبا معاذ، هنيئا لك هذه المحبة وهذا القبول. فهذا يعني إن شاء الله إشارة أن الله عز وجل أحبه وقبل عمله. فنسأل الله عز وجل لنا جميعا، لنا ولكم حسن الخاتمة. من الدعاء الذي يعني حفظته من والدي رحمه الله: اللهم اجعل خير، قولوا آمين، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا، لأن في عندنا عدة أموات صارت من أقرباء إخواننا في جراند لانك وفي فلينت، أخونا جمال، وفي أخت رحاب هنا ماتت، وماتت والدتها، وسبحان الله. فعندنا إضافة لأموات، فندعو للجميع إن شاء الله. اللهم اغفر لموتى المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولمحمد بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تقبلهم عندك في عليين، تقبلهم من آمين. الصالحين، اللهم جازم بساءة إحسانا وبالذنب عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم وسع لهم مدخلهم، مد بصرهم يا أرحم الراحمين، واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.